من المفارقات، تونس غير قادرة على ترحيل المهاجرين الغير نظاميين من الأفارقة، لكنها قادرة على إرجاع أبنائها المرحلين من الدول الأوروبية بموجب اتفاقيات لا تخدم مصالح بلادنا. شنو رأيك في الموضوع؟ بالنسبة للأفارقة الغير شرعيين موجودين في تونس، إنهم خطر وأكبر خطر على تونس، وقد حضرت في واقعة وشاهدت بأم عيني منذ مدة تقريبا كشهرين في محطة ريانة وقع نقاش، مش نقاش شبه، فهمتني، الواحد بسيط. قامت إحداهن وقالت إلى إلى إلى, إلى تونسي، قالت إيه مسيو يلفو كتي ساش كلافريك دي نور بور نو نو زونسيتر نو دي سا. هل هذا معقول؟ لذا وجودهم الغير شرعيين في تونس فهو مخطط لاحتلال تونس كما وقع إلى فلسطين، حب من حب وكره من كره. ومن يريد أن تونس التونسيين، ومن يريد حب تونس يلزم إرحال هذو بأي طريقة كان مهما كانت الصفة. الأفارقة اللي ما يتعرفوش على الهوية متاعهم صعيب ترحيلهم. لا يصعب على الحكومة هذا الشيء، لذا الخطر يلزم إزالة الخطر، لأنهم خطر. أنا أقول لهم خطر، يلزم إزالة الخطر. مش تعمل الحكومة، هي مكلفة بالشعب وبأمن الشعب وبأمن تونس بصفة عامة. لذا جاءوا لغاية في نفس يعقوب ومحاسبة من أدخلهم من أول مرة، وهو المنصف المرزوقي بكل صدق. مسيو، ما تراش أنه الحل يكمن في فتح الحدود البحرية أمامهم هو الحل الوحيد لحماية بلادنا؟ حماية بلادنا يلزم نحميه بلادنا، ما نقبلوهمش. يعني فتح الحدود البحرية تراها حل ولا لا؟ فتح الحدود إلى أين؟ فتح الحدود البحرية للاستقبال أو للترحيل؟ للترحيل حل من الحلول، أي حل مهما كان، أي حل يلزم الحكومة، المسؤولين اللي في تونس بأي صفة تجد حل لترحيل الأفارقة الغير شرعيين من بلادنا إلى التونسيين. يرحمكم، يهديكم ربي. لا عاش في تونس من خانها، مع محاسبة من كان السبب والمتسببين في ذلك. أزمة إضافية للأزمات اللي تعرض لها بلادنا، أزمة معناها الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، معناها في ظرف حساس برشا، وقد تكون مفتعلة الحكاية. السؤال اللي يطرح نفسه، علاش في الظرف هذا بالذات فتح ملفات الفساد والسؤال الثاني كيفاش دخلوا، وين الديوانة، وين الحرس، وين السؤال الثالث ما عندك حتى خيار. ثم جانب نفسي، جانب معناه جانب إنساني، ثم جانب أخلاقي، ويلزمنا نتعاملوا مع هالورقة هذه بحذر شديد، أخاطر معناها ثم برشا أطراف تصطاد في المال العكر لتوظيف مثل هذه الورقة. أنا أرى التعامل بحذر، ناخذ وقتنا، وإذا كان ممكن فتح الحدود البحرية معناها يشوف كل واحد، يشوف الثنية اللي جا منها. ترى أنه فتح الحدود البحرية أمامهم حل لحماية بلادنا؟ تقريبا الحل الوحيد، ما عندك حتى حل، باش تخليها مشكلة. طيب ينجموا يجيبوا لك صغار، ينجموا كما يحكي وقال لك باش يعملوا لهم انخراطات في النقابات، الناس ما عندهاش هويه، الاجرام. حسب المعلومات انه الافارقه اللي ما عندهمش هويه صعيب ترحيلهم. بطبيعه الحال يصيب، ومش رحالهم، ما عندوش هويه ومش شبعف. لكن محمول عليك الجانب الانساني، يلزمك تقبله وتعمل له حل. الناس هذوما عندهم تجاوزات كبيره في البلاد هذه، والمشكلة متاعهم يحبوا يغطوا التجاوزات متاعهم باللون البشري. احنا اللون نقولوا لهم راهو عنا اغمق منكم، انتم توانسة ما عناش مشكلة، انتم عندكم عقدة في اللون هذاك، فهمتني، احنا ما عناش مشكلة في اللون، انتم تحبوا عاملينها سبلة تحبوا تغطوا به، وعندكم هدف امور ممنهجة، والغاية حسب رأينا احنا لهنا، حسب رأينا احنا، انتم تتقاضوا فوق اجور ضعيفة تخدموا بها في تونس، وتاكلوا في ماكلة متاع ملوك راهو فيكم في الرسورونات. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني، وانكم انتم تسموا في اسامي مسلمين، وانتم مسيح تصديق القولنا عاملين كنيسه عشوائيه في اريانا او خناركم صحيح اللي بيه الفيد. الهدف الثالث، وانكم انتم البلاد هذه ضعيفه، يعني وتكثروا وتحبوا يعني تجيبوا فيها في الصغار،
يعني بلغه اوضح تحبوا تطالبوا نهار اخر بالجنسيه وطالبوا بحق السكن وطالبوا بالاجور، والغايه منه حسب راينا احنا الامور الممنهجه يحبوا هذوما ناس مدربينهم على الاسلحه يحبوا يضربوا بهم الجزائر يعملوا لنا مشكله، هذا راينا احنا وامور راي بين ممنهجه واختيار على تونس، ونطلبوا من السلطه الامنيه يقع يتفتح بحث في الموضوع هذا والناس هذوما يتبعوهم بدقه، دققوا معاهم خاطر ياكلوا في ماكله نتاع ملوك في الرستورانات اللي راهو فيهم ويخدموا باجور ضعيفه، بين الامور ممنهجه احنا الناس هذوما 10 سنين اخرين يفكونا البلاد، انت تحكي مع افريقي تو يقول لك تونس في افريقيا يعني حق مكتسب هو. وصلوا من جملة التجاوزات في شيرة صفاقس حسب ما وصلتنا معلومات عملوا مركز فيه الدراب ومتاع بلادهم من غير قانون، يعني يقول لك هو احنا عنصرية، هاي العنصرية منكم انتوما، ده احنا هنا هذوما يشكلوا خطر على عرض تونس وعلى الشعب التونسي وخايفين ليه يفجرونا بلادنا ولا يجندوا منها ناس الامور الممنهجة ويضربوا الجزائر ويعملوا لنا مشاكل مع الجزائر. بالنسبة للمهاجرين اللي يجونا من برا، أول حاجة دخلوا من غير صفة شرعية، واحد. اثنين عندنا معهم اتفاقية مع معاملة حسن جوار، عندنا حتى شيء. هم أفريقيين مرحبا بهم، عندنا حتى مشكلة معهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تفريق بين عربيين وعجمين إلا بالتقوى. ما قلنا فيه شيء الكلام هذا. أما احنا 10 منين حايرين في رواحنا، عندنا زوز منين هم من برا. عندنا شباب قاعد يرحل برا يمشي لإيطاليا يمشي كذا. بالنسبة للاتفاقية الدولية ما عندناش معاهم حتى شيء. جابوهم ناس سياسيين قدم كثر خيرهم بارك الله فيهم، غاية في نفس يعقوب تسمع فيا، غاية في نفس يعقوب ما نقولوا حتى شيء توا. توا العملية بالسلاسة بشوية. يخرجوهم سواء على البحر يقبل شيعوهم. إذا كان دولة نتاعهم تقول ما نقبلش فما ما تسوي وزارية العرب ووزير الخارجية يتصل بالسفراء لفارقه ويحكي معهم في ظروف تونس وقاعدين يعيشوا في تونس ويعرفوا تونس. لان احنا قاعدين بطاله، ثم ناس عندنا شباب بطاله، ثم شباب حتى كان يقرا خدمه. نحن نتعلم بحاجات اخرى، شبابنا نحن نتعلم بحاجات اخرى. مش نحكوا لوجيك، نحن تونس نعرفوا بعضنا. تو تعطيه مثلا تخدمه مرمى ب 50 دينار 500 في الشهر يقول لك شويه علي. فهمني لا عنده عرس، عنده تجهيز، عنده دار، عنده فهمني، عنده برشا التزامات، ابوه فارق ما عنده حتى شيء. ما عندوش يسكن في الريف البرة ما عندوش يضطر باش يمشي على روحه. اثنين بالنسبة لهذوما الفارقة احنا مرحبا بهم، بالنسبة لاصحاب الاوراق اللي يقروا لهنا ما عندنا حتى مشكلة معاهم، هذاك ما عندهم بابي نتاعهم فني ما عندنا حتى مشكلة. بالنسبة اللي جايين على طريق خدامس وداخلين على طريق الجزائر وداخلين فني في حاجات أخرى ولو يتعاطوا في حاجات وحسب ما سمعت أنا يتعاطوا في حاجات مش باهية ويترينوا ياسر في الكياس، ماذا بينا يحترموا رواحهم واللي يسكنوا يتحمل مسؤوليته. أنا أناشد الرئيس قيس سعيد، عليك أن تقف وقفة حازمة في موضوع اللاجئين هذونا معناها الأفارقة، احنا ماناش عنصريين ولكن الوضع العالمي ماناش احنا خير من إيطاليا اللي تعدي فيهم طول السجون، ماناش احنا خير ما نعرفش من أي بلاد أخرى، يطبق عليهم القانون، يتصرف يخرجهم هذاكش نعرف أنا سون بابي يخرجوا. مش خير منا هما سنة واحنا فرض كيما يعاملوا ولادك تعامل لهم ولادهم يا سي قيس سعيد، تقف وقفة حازمة. أنا با ديسكوتي يخ ياكلوا معنا في الدعم يا ربي بين نهار اللي نحيوا الدعم مش ياكلوا كيفاش مش يعيشوا، ناقصين احنا ولادنا ياكلهم معناها الحوت في البحر الأبيض المتوسط واحنا ناخذوا أبناء الأفارقة، يا حتى الفرنسية ما عندهمش العرب يا ولادي ما همش مسلمين، كيفاش نتعاملوا معاهم؟ لا عندهم مهنة لا عندهم حرفة لا عندهم شيء. يا سي قيس سعيد كيما وقفت للمعنى للمحتكرين وللي عافوا فسادا في البلاد هذونا خاصة العشرية السوداء اللي تعدت علينا النهضة والإسلاميين المسودين اللي تاجروا بالدين، تقف لهذونا يا سي قيس سعيد تلقى حل، يهزوا علينا أولادهم يلقاو حل، بلادنا احنا لولادنا وكهو. شكرا مدام.